بموازاة ذلك، استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مر فوق اليابان صباح اليوم في تجربة جديدة مستفزة للأمن الإقليمي والدولي، وفي استمرار للتصعيد غير المقبول من جانب بيونغيانغ. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن هذه التجارب الصاروخية المتكررة تمثل تحديا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وتهديدا حقيقيا يواجه المجتمع الدولي. وطالبت الوزارة مجددا بضرورة الالتزام بالقرارات والمعاهدات الدولية المتعلقة بشأن هذه التجارب، داعية مجلس الأمن الدولي إلى العمل على الوقوف على وقف هذه الممارسات التي من شأنها أن تقوض فرص السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.